على التليفون الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك يا أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك دكتور بسمة. أهلا بيك حضرتك يا فندم. عايزينك تكلمنا عن تفاصيل القوافل المصرية لقطاع غزة، وإزاي استقبلنا أو استقبلها إخواتنا الفلسطينيين. يمكن الحقيقة احنا في وقت قياسي بعد اطلاق السيد الرئيس لمبادرة اعادة اعمار غزة، قمنا بتخصيص حساب لتلقي المساهمات في دعم او اعادة اعمار غزة، ومن وقتها الحقيقة كان التفاعل كبير جدا. قدرنا ان احنا من خلال التواصل مع العديد من شركاء الصندوق المساهمين الدائمين معانا ان احنا نجمع اكثر من 3000 طن مواد غذائيه والبان وغيرها من دي مساعدات من المساعدات، الناس يا استاذ محمد؟ تبرعات عينيه. تبرعات عينيه، تمام. الحقيقه الميزه في ان احنا بنتحرك في فكره التبرعات العينيه ان احنا بنقدر في وقت قصير جدا ان احنا ندعم الاماكن اللي فيها احتياج لاي بند من البنود، ان احنا نوفر هذا الدعم زي ما عملنا بالضبط في الجائحه الاولى والثانيه من فيروس كورونا المستجد. الحقيقه كمان اللافت للنظر ان دي اول مره الخدمات او الانشطه الخاصه بصندوق تحيا مصر تخرج بره الحدود، خاصه في وقت قاسي محتاج فيه الاخوه في غزه الدعم المستمر والمباشر. من هنا كانت القافله الاولانيه. طب ازاي يا فندم لحقتوا تجهزوا كل ده؟ يعني 130 شاحنه في زمن قياسي بصراحه. مظبوط، هما بالظبط خلال 72 ساعة قدرنا ان احنا نحمل ال 130 قافلة من خلال التواصل مع كل الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات، سواء في الدعم الغذائي او في حتى توفير الادوات الكهربائية، سواء في كمان في توفير البان الاطفال، كمان بنتكلم على فواكه، بنتكلم على معلبات. كل ده الحقيقة تم بشكل سريع جدا جدا جدا، والحمد لله يمكن يوم الحد وصلت ال 130 شاحنة، والنهارده بنستكمل القافلة الثانية من خلال برضو إحدى الشركات المصرية اللي وفرت لنا 500 طن من السيراميك والأدوات الصحية. كمان إن شاء الله خلال ساعات هتكون القافلة الثالثة جهزت، هيكون فيها أرض أيضا دعم. يعني في قوافل جاهزة للإرسال مرة أخرى وغير مستمر، يعني علشان إحنا الحملة بتاعتنا التفاعل معاها الحمد لله بيزيد. أي. طول الوقت بنتلقى طلبات او بنتلقى مساهمات للمشاركه في الجسر الممدود ما بين مصر وفلسطين، بحيث ان احنا ننفذ التوجيه الرئاسي بدعم الاشقاء في فلسطين. طيب القافله الثالثه يعني هيكون فيها ايه يا استاذ محمد؟ دعم غذائي. دعم غذائي سواء بالخضروات والفواكه والبقوليات، ان شاء الله باذن الله بنطمح ان هي تتعدى ال 700 طن ان شاء الله. هو كان صندوق تحيا مصر فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات، هل في مساهمة كده من ناس كتير حصلت ولا لسه في البداية ولا ايه؟ لا طبعا بدأت، وكمان الحقيقه اللافت للنظر ان من خلال صفحه صندوق تحيا مصر على الفيسبوك احنا بنتواصل دايما مع المصريين في الخارج. عايز اقول لحضرتك ان احنا بمجرد ما اعلنا الحساب وتم تفعيله يوم الاربعاء الماضي بدأت المشاركات. احنا كمان بنبص للموضوع ان حتى لو بالرقم الصغير فكره التفاعل مع المبادره المصريه ده بيبقى الحقيقه شيء ايجابي جدا. كمان عايز اقول لحضرتك واحنا موجودين في معبر رفح خلال الايام اللي فاتت كلها عدد الاخوه الفلسطينيين اللي بيعبروا من المعبر عشان يرجعوا لارضهم شافوا بعينيهم حجم القوافل قد ايه. وكمان احنا كنا اعلنا على فكره التجهيز بالصوت وبالصوره طول الفتره الماضيه قبل اطلاق القافله الاولى والثانيه، فالناس شافت بعينيها حجم القافله قد ايه كبير، مش بس الحقيقه صندوق كل العالم يا استاذ من كل محمد الجهات. شايف طبعا كل طبعاً العالم في المصري شايف. واضح جدا بالنسبه للاشقاء الفلسطينيين. وعايز اقول لحضرتك ان احنا طول ما احنا موجودين في بناء رفح الازهر كان باعت قافله كبيره جدا، القوى السياسيه كانت بعد قافله كبيره جدا، حتى النهارده كمان ما زالت القوافل مستمره في التوافد على الاراضي الفلسطينيه. بشكرك استاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر.